يا حبيبي يا مستمر عبر موقع تلفزيون اليوم السابع. بنقدم لحضراتكم الموهبة الجديدة من داخل محافظة الدقهلية, المطرب النقاش إبراهيم اللي أبهرنا أول ما وصلنا عشان نلتقي به النهاردة عبر موقع تلفزيون اليوم السابع. برحب بك إبراهيم. ما شاء الله, يعني حنجرة ما نقدرش إحنا نصنفها لأن إحنا مش أهل تخصص فيها, لكن بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك. عرفني بقى بنفسك. والله أنا إبراهيم جلال المنصورة. الموضوع الغنى ده ابتديته وانا في الحضانه, وانا في الابتدائي, يعني بقيت اغني في المدرسه كده والمدرسين يسمعوني ويطلعوني بقى اغني وكده, يعني جت من هنا يعني الابتدائي. انت عندك كام سنه يا ابراهيم؟ انا 33 سنه. طيب ليه دلوقتي بقى بدات ان انت تركز ان انت عايز تظهر صوتك وموهبتك؟ والله وانا حبيت اظهر نفسي كده برضه, لان في ناس برضه شجعتني كتير, حتى اخواتي الكبار برضه هم اللي شجعوني, قالوا كله بيوصل من على مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي, فقلت اعمل حاجه, قلت يمكن تضرب. وبالفعل عملت على التيك توك فيديوهات والحمد لله في تفاعل كبير قوي الحمد لله. نقول ان ظهور النقاش المطرب اللي وصل ترند الفتره اللي فاتت كان له سبب ان انت تبدا تخطو على نفس الخطه بتاعته؟ لا والله انا مش, ما كانش في دماغي ان احمد الشهر. انا بغني قبل احمد بكتير وعامل فيديوهات قبل احمد سالم بكتير قوي على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى كواي, عامل على كل حاجه, بس انا اصلا ما كانش في دماغي ان انا اوصل لكده. انا كنت يعني اشتغلت وخلاص. اكتشفت بقيت لان ليا اخ كبير اصلا بيغني, فطبعا هو الواحد بيطلع لاخوه بقى لابوه فاهمني, فهو بقى يغني فانا بقيت اغني معاه, وحتى كان في افراح في الحي بتاعنا بقى اخويا يغني في الافراح ويطلعنا معاه اغني برضه. يعني كنت بتروح مع اخوك تشارك في الافراح والمناسبات؟ اه مجامله كده يعني, فرح صديق لينا مثلا, واحد عز علينا نروح نغني ونهيص ومفيش اي, يعني نقدر نقول ان العيله عندكم عيله فنيه عندها الموهبه الغنائيه. اه هو جدي عامه, جدي كان صوته ما شاء الله حلو الله يرحمه, ربنا يرحمه. قول لي يا ابراهيم, ايه احساسك لما شفت احمد سالم اتشهر
واصبح ترند، وخصوصا ان في تشابه في نفس المجال، يعني انت نفس العمل بتاعه نقاش وهو نقاش، هو طلع ترند بصوته وانت كمان ما شاء الله ربنا وهبك موهبه الحنجره القويه اللي احنا سمعناها. والله هو طبعا هو كل شيء اسمه نصيب، هو ده رزقه كده يعني، هي جت له حتى من غير ما هو يحسب لها خالص. يعني حتى لما بنتكلم انا بقول لرامي صبري، رامي جمال اتصل عليه قال له انا رامي جمال، واحمد سالم طبعا مش مصدق ان هو رامي، يعني بتيجي كده ايه، بتيجي حاجه كده بالصدفه يعني، هو ما كانش حاسب لها برضه. وبعدين انا يعني انا فرحت له بصراحه يعني، احمد سالم هو صوته طبعا صوته حلو جدا وصوته مميز جدا، وانا فرحت له طبعا ان هو محترم، شاب محترم ومكافح ما شاء الله برضه، بيجي على نفسه في الشغل وربنا يكرمه. شفت ان التفاعل مع احمد سالم من الناس وان هو اخد ترند وان في بدا المطربين يتواصلوا معاه، شفت ان ده فرصه ان انت تمشي على نفس الخطه بتاعته؟ اه بصراحه اداك دافع معنوي ان انت تكمل. ايوه خدت روح معنويه كده بصراحه. من بعدها كده ابتديت اشتغل اكتر يعني، ابتديت اشتغل اكتر، بقيت ارفع بقى على جميع مواقع التواصل، عملت قناه على اليوتيوب والتيك توك، كنت عامل الصفحه بس بعد شهرة احمد سالم ابتديت انزل شغل أغنيت، والحمد لله في تفاعل. أول ما شفت الفيديو بقى بتاع أحمد سالم حسيت بإيه؟ والله أنا فرحت له، فرحت له بصراحة، هو صوته حلو. الإحساس بقى إن أنا حسيته إن أنا يعني كنت عايز أبقى زيه، أنا عايز حد يكتشفني زيه. وأنا سايبها لله طبعًا يعني، الحاجة دي أرزاق طبعًا بتاعت ربنا. بس قلت أشتغل، قلت أشتغل، وزي ما تيجي تيجي. انا عايز احساسك اول ما شفت الفيديو واحمد بيشتغل بايده زي ما انت شغال دلوقتي قبل ما احمد يطلع ترند، الفيديو بتاع احمد الشخصي وهو بيغني، حسيت ابراهيم فيه؟ شفت نفسك فيه؟ اه بصراحه حسيت ان انا، احكي لي عن احساسك. حسيت ان انا عايز احط نفسي مكانه يعني بصراحه، عايز ابقى مكانه هو يعني. وطبعا الحمد لله دي حاجه بتاعت ربنا، بس كان نفسي انا ابقى مكانه. انا افرح له كل حاجه لان احمد صوته جدا محترم جدا ويستاهل كل خير بصراحه يعني. حسيته بيتكلم بلسان حالك انت اول ما بدا يتشهر؟ حسيت ان انت ابراهيم اللي بتتكلم؟ اه هو بقى بصراحه لان هو في المجال معايا، وحسيت ان يعني ان انا مكانه، وانا في نفس الاحساس برضه حسيت ان انا هبقى زيه، هوصل ان شاء الله زي احمد ده زي ما هو وصل ان شاء الله. حاسس برضه ان شاء الله ان هي هتجيلي برضه الفرصه دي ان شاء الله باذن الله. باذن الله. اختم معاك بحاجه بصوتك الروعه ده يعني، سمعنا حاجه مميزه ليك كده. هنقول بكره يا حبيبي، بكره يا حبيبي يحلو السهر، بكره يا حبيبي نحضن القمر، بكره يا حب حبيبي ليا، حب حبيبي ليا.
حبايب حبايب الحب فينا دايم يا حبيبي وبكره يا حبيبي. يعني رصدنا لحضراتكم من داخل محافظة التقالية موهبة جديدة والمغني النقاش إبراهيم صاحب الحنجرة الذهبية ابن مدينة المنصورة. بإذن الله إبراهيم يحقق حلمه ويوصل. رصدناها لحضراتكم عبر موقع تلفزيون اليوم السابع. بشكر حضراتكم على المتابعة. كنت معكم محمد الحبشي.